ولدك فين يا زينات؟ سوفا؟ سوفا لو يطول يبيعني بجناح هيبيعني. انت اللي عملتي في نفسك كده. ايوه صح، انا استاهل كل اللي جرالي. انا شطانه، بس الشيطان لا حول له ولا قوه، مالوش سلطه علينا. ولو انا عملت حاجه في كتير عمل اكتر مني، بس انا كنت بعمل اللي بيطلب مني وبنفذه. لو جايباني يا ست فوزيه عشان اكل هدعيلك، مش كده وبس، لا همشي في البلد كلها واقول الست فوزيه بتطعم الغلابه، وهقول كمان ان خيرك مغرقني، وانك ست بتعرفي ربنا، وانك من الاوليه. ست فوزيه مش هقول بس كده، لا هقول كل اللي انت عايزاه، كل اللي انت عايزاه هقوله عشان خاطر اللقمه. ما احنا غلابه والغلبان مننا بيقول ايوه ونعم عشان يسد جوعه ويتستر. كل بيت في البلد دي النهارده هيدعيلك لانه دخلوا ظفر والبطون نامت شبعانه. بس خلي بالك لو بكره جاعوا هيدعوا عليكي، وهيدعوا عليكي تاني وتالت. لا يا زنات، مش كل الناس زيك. لا، الناس كلها طينة واحدة، وإلا كان زماني دلوك باخد العطية من البيت الكبير بيت عبد الجواد. ولا يا ست فوزية؟ عندك حق يا زنات، عندك حق. مين اللي قال لك إن أنا هنا؟ لا أبدا، أنا كنت جاي أبص على الرجالة. طب تعالى أقعد يا حشا. خير يا أخوي؟ ولا جاي تطمن عليا وماشي طوالي؟ لا أبدا، أنا بس كنت مستعجل وقلت أكيد أنت تعبان مش هتقدر تقعد وتتكلم. والله يا حسن لو بموت وأنت جيت هقوم أقعد معاك. أنت مش تمام وكويس الحمد لله. أنا زي الأسد زي ما أنت شايف أهو. طالما ضحكت يبقى تقعد ونفطر سوا. لا نفطروا إيه؟ وقت والله العظيم اعملها معاك اكتر من اللي فات. لو على ايه يبقى ناكله. انسى اللي فات، الدنيا ما تستاهل شيء. انا وانت ملناش غير بعضينا يا حسن. انا عايزك تصحصح يا مروان، الدنيا دي محدش هياخد منها حاجه على قولك. هي ريم وعادل كانوا عندك بيطمنوا عليك وبس ولا في حاجه تانية؟ انا بس عايزك تاخد بالك من الناس دي. صح، انا نسيت، انت عارف الناس دي اكتر مني. انا اللي هقول لك، شكله كده الوقت اللي هيتاخر وانا ما عنديش وقت. الف سلام عليك يا اخوي، خلي بالك من نفسك. المره دي ربنا ستر، لكن المره اللي جايه محدش عارف ايه اللي ممكن يحصل، واحنا محتاجينك. ربنا يسترها معانا ولا ايه؟ قول يا رب. يا رب. زكي يا حسن، انت رايح فين؟ ما تقعد تاكل لقمه معانا. عندي مشوار وحاجه تاني. بالاذن. تفضل تفضل. روح انت. مروان، اوعى تكون زعلت حسن ولا اتخانقت معاه. ابدا والله. انت عارف ان اخوك حسن اكتر واحد بيحبك في الدنيا دي. اول ما عرف ان انت ضربت بالنار جه جري عشان يطمن عليك. ما يغركش يعني ان هو مشي بسرعه؟ صدقي انت ست ملاك، قسما بعز جلالة الله لو واحدة غيرك كانت مسكت وداني وقالت يا أخوك جه وما قعدش معاك خمس دقايق ومشي على طول. طب إيه رأيك بقى إن أنا كنت هقول كده؟ زينب عمرها ما تقولك ده. بص يا مروان، أنا عاوزة أقول لك على حاجة، بس من غير ما تكشر لي ولا تحمر عينيك. إيه هي؟ أنا بصراحة كده مش مطمنة لريم وعادل. حاسة إن الزيارة بتاعتهم دي وراها حاجة كده. عاملك مش مريحك؟ ما انا عاوز اطمن عليك وانت مش عاوز تفهمني. انت طول الوقت غامض قدامي يا مروان. ده انا كتاب مفتوح بالنسبه لك. انت مش سهل برضه. انا كل مره عاوز اقررك ما الاقيش حاجه، وبعمل في نفسي بقى اقول خلاص انا رايحه لمروان هعمل فيها زي الستات الجامده كده، لما بتاخد جوزها وبتجيب اخره، زي ما بروح زي ما باجي. عشان انا قلبي طيب وحنين وصافي، واللي في قلبي بيبان على عينيه. طب يلا يلا ناكل بقى. وكليني
انا دلوقتي تعبان. ماشي حاضر يا ميرو. نعم ميرو، ده لو حد سمعك وانت بتقول له يا ميرو دي تبقى فضيحه. فضيحه ليه يعني؟ مروان عبد الجواد يبقى اسمه ميرو؟ بس صدقي عجبتني قوي. يعني ايه ميرو دي؟ بس ما حدش دلعني قبل كده. يلا بالهنا والشفا. بسم الله الرحمن الرحيم. الله انا هقوم امشي. رايحة فين؟ عمتي نزلت للسوق تشتري شوية حاجات وقالت ان انا حصلها. طب انت مش عايزة اي حاجة؟ لا يا حبيبي سلامتك. صدقيني انت احسن انسانة قابلتها في حياتي. احلى حاجة بقى ان الجو النهارده جميل جدا. انت شايفه الحلوه دي حلوه قد ايه؟ لا يا شيخه لازم تبصي عليها، مش ممكن الكلام ده. انت ليه ما جبتيش معاك النضاره؟ تعالي نقعد هنا. اوكي اتفضل. نتكلم بقى في المفيد. اه طبعا قول. بقول لك يا شحت، انا عايز اتجوزك. اوعي تقولي لي انك اتفاجئتي. أنا أصلي. أصلك إيه يا شهد؟ شهد أنت مخبية عليا حاجة؟ في حاجة حصلت أنا ما أعرفهاش. أنا عايزك يا شهد، عايزك من غير أي مشاكل. عزت أنا اتجوزت. مش زي ما أنت فاهم. أنا اتجوزت على الورقة بس. والراجل اللي اتجوزته مات. الراجل اللي اتجوزته اتقتل يا عزت. احب اوصلك في حته. عزت انا ما خلصتش كلامي. لا الكلام ما بيننا خلص خلاص. لا ما خلص. وعلى فكره انا مش عايزاك تثبت على طلبك اللي طلبته دلوقتي، مش مهم. المهم عندي انك تسمعني وبس. اسمعك. قهوه ساده يا ابني. قهوه ساده اشربها على روح المرحوم. ويا ترى بقى عرفوا مين اللي قتله ولا لسه ما حدش عارف مين اللي عملها؟ أنا مش هلومك على أي تصرف بتعمله دلوقتي عشان أنت عندك حق يا عزت. تلوميني؟ تلوميني على إيه يا مدام؟ عزت هو أنا لو قلت لك إن أنا محتاجة لك وإن أنت السبيل الوحيد إن أنا أتغير هتسيبني؟ لا مش هسيبك. بس إزاي؟ بس كل اللي عايزاه منك إنك تسمعني يا عزت. أنا الدنيا لما قفلت في وشي ما خطرش في بالي أي حد غيرك أتكلم معاه. أنا عارفة إن أنا غلطت. بس أنا كمان إنسان. والإنسان ضعيف يا عزت، وأنا اتعرضت لضغط كبير قوي من عيلتي ومشاكل كتير، وكنت كل يوم بتيجي في بالي، كان نفسي أحكي لك بس برضو كنت خايفة لو حكيت لك تبعد عني. وأنا بصراحة مش عايزاك تبعد.